في حاجه اسمها درؤت، ده نوع. ده ايه يا دكتور سامي؟ خلي بالك بقى، خلي بالك، كل نوع دي نوع مختلف. درؤت في بعض الدرؤت والفيل بلانك والمومري تيست والتايم كلام والماتشنج بير، هنشوف الكلام ده كله دلوقتي، كل واحده بتعمل ايه. فلو جينا مثلا درؤت كده، درؤت، وضغطت على اد، ده نوع من الاسئله غريب شويه، ما شفناهاش في البلاك بورد او ما تعرضناش ليه في البلاك بورد. هنا ده نوع من الاسئله، ليه نوع من الاسئله، بس نوع من الاسئله، نوع اسئله فكري يعني. بدي على فكره هنا مثلا بدي لك مثلا دي ماس اهوت، مثال على الماس كده. اهوت تقدر تسأل سؤال، والطالب بتحط السؤال كصورة مثلا، والطالب بيجي هو هنا يكتب يشتغل. يعني الطالب يقول لك اكبر من، اصغر من، ممكن مش عارف ايه، يعمل كده، يساوي، يعني هو بيرسم على الحاجة اللي انت عملتها له. يعني الطالب بيرسم على الشكل اللي انت عملته له، يبقى انت بتحط له هنا صوره او فيديو او شيء معين، تحط له تساله سؤال وتحط له بالطريقه دي. فانا عشان بس انا اطلع بس من الجزئيه ديت، انا مش عاوز اجيب لكم حاجه جاهزه، مش عاوز اجيب لكم حاجه جاهزه. اجيب لكم ايه يا سيدي؟ لحظه، ده نجيب واحده تانية مش جاهزه، نجيب واحده تانية يكون فاضيه خالص عشان بينهاكم اكتر. دلوقت ده بيخلي الطالب اوت انا بقول لك انت هنا عديت في الدرس، في الدرس المفروض الدرس ما يزيدش عن 10 شرايح، طبعا احنا زدنا عن 10 شرايح، فانا ممكن احذف شويه شرايح كده عشان ايه، عشان ما نتعداش، لان احنا كنا تعدينا ال 40. طبعا انت ليك لحد 300 ميجا، لحد 300 ميجا في المقرر، امال انا بتكلم على الدرس المفروض ما تزيدش عن 40 ميجا. لو انت عاوز بقى اكتر من كده بتدفع وكده. يعني انا بعمل الدرس بتاعي بيبقى في حدود، لان خلي بالك يعني مثلا عندك اللي مزود العمليه ايه؟ ده شريحه زي دي فيها 34 ورقه، 34 ورقه، شريحه زي دي فيها كذا سلايد، فانت ديت بتاخد مساحه كبيره من الايه الشغل. لو انت مثلا عملت لها حذف كده اهوت، تعمل ديليت، هتلاقي المساحه تنقص جامد، يعني المساحه تنقص هنا جامد زي ما شايف كده. طيب مثلا سيموليشن، حطينا طبعا حطينا حاجات كتير جدا، سيموليشن وتريب وحاجات زي كده. خلي السيموليشن وخلي التريب، وممكن المساحه ديت ممكن نفتح درس تاني يعني، بس مش عاوز ايه، خلينا في درس واحد عشان اوريهولك على الايه، اوريهولك على ال كويس او خلاص 31 ميجا كويس نكمل. فانا هاجي هنا اضغط على نيو، وطبعا انت كان حطيت جميع انواع الشرايح. هاجي بقى على درؤت. بقى درؤت هنا لو انت بترسم، لو انت عاوز تعمل سؤال الطلبه ترسم على، خلاص مش هستخدم ده طبعا، دي في جميع المجالات، هنا ماس، انجليزي، مش عارف، دي حاجات جاهزه ممكن تستعين بها الطلبه يعملوا التمرين بتاعهم عليها. لا انا مش عاوز حاجه جاهزه. هنا بقى ممكن تبدا تضيف باك جراوند كده، باك جراوند او اد باك جراوند من عندك، ما يكون انت مثلا عندك سبوره معينه او شكل خلفيه معينه حلو تقدر تضيفه تحطه هنا والطلبه تخطط عليه، او تحط صورة معينة والطلبة تخطط عليه. المهم الفكرة كلها ان انت ممكن تسأل سؤال، تقول لي مثلا ارسم الجهاز الهضمي للإنسان. تعلم الطالب سؤال محني، تدي له لوحة وتقول له ارسم وتشوف نتيجة الرسم بتاعته. او طبعا كل مادة بتبقى لها
الطريقه. هنا موضوع الخلفيه والكلام ده ممكن انت تحط له جزء ويرسم الجزء الباقي بالطريقه ديت، يعني في الدرس السؤال ده في امكانيات حلوه بصراحه. فلو انا مثلا عملت بريفيو كده، طبعا انا ما حطيتش لا خلفيه ولا حطيت اي حاجه، الطالب بيظهر قدامه بالمنظر ده كده. بصراحه في بعض المواد بتحتاج النوعيه ديت من الايه، من الاسئله، في بعض النوعيه بتحتاج النوع ده من الاسئله. انا بعمل ايه؟ بريفيو فين؟ بريفيو معلش، بريفيو لسون كتب فين؟ درو ات ماشي، بريفيو لسون كده. طيب نعمل كده. اهي هنا بقى الطالب يظهر كده قدامه كده معاه الادوات واقول له ارسم كده. فالطالب بيبدا يجيب والله يجيب القلم بتاعه تمام، ويبدا مثلا يختار اللون، ومثلا اقول له والله ارسم الجهاز الهضمي، فهو يبدا يعمل كده اهوت. يبدا يعمل معلش انا قفلت البتاع معلش اعمل معاينه تاني. وعلى فكره مش طالب واحد، بكل الطلبه اي طالب بيقدر يفتح ويقدر يرسم عادي خالص على السبوره اللي هو عطاه الاستاذ مثلا كده. وطبعا انت تقدر تصغر وتكبر الايه القلم بتاعك، او القلم بتاعك يعني عموما. مثلا كده، وبعدين المعده، بعد المعدة تحتها البنكرياس تقريبا، وهنا الكبد مش عارف كده، وبعدين الأمعاء كده يعني بطلع. المهم يعني هو بيرسم والأستاذ بيتفرج يشوف الواد ده رسم كويس أو شاطر أو كده. طبعا هو مثلا في حاجة معينة عاوز يمسحها بيقدر يمسحها والكلام ده. طبعا ماشي، ده بالنسبة دي نوع من الأسئلة أو نوع من التفاعل، بيدي الإمكانية إن الأستاذ بيحط للطالب سبورة وأدوات ويطلب منه ويسأله من هنا، أو يحط له صورة ويقول له اعمل زيها، اعمل زيها والكلام ده، يحط له صورة زي هنا ويقول له اعمل زيها وهكذا. طبعا شيء جميل جدا. يعني أنت لو مثلا دخلت جوجل كده، وفي جوجل طبعا أنا مش عاوز أفتح مجالات اضيع منكم في وقتها، بس الفكره كلها، بس بحاول اوريكم الفكره ان الاستاذ ممكن يعمل حاجه جميله جدا. مثلا اقول له مثلا الجهاز الهضمي، مثلا الجهاز الهضمي مثلا تمام. فهيجي مثلا في الجهاز الهضمي هتلاقيه بالمنظر ده كده، او مثلا حاجه خفيفه زي دي كده اهو. فانت ممكن الصوره دي تمام، تحاول تحطها للطالب عشان تحطها له عشان يرسم زيها او يعمل زيها. فانت مثلا تقول له سيف از كده، سيف از، وحطتها له مثلا في الصور. في صور ابسط من كده على فكره، في صور ابسط من كده. يعني مثلا رحت بكتشر كده و مش الصوره، شفت صوره ثانيه، في صور ابسط من كده، شوف الصوره دي سيف از جهاز الهضمي، ونبي مثلا في البيكتشر وحطيتها كده. فهم لما بيجي يروح بقى في النيل بود كده، في النيل بود بدل ما هو انت كده ممكن تحط له الصوره كمان عشان يبدا يبص عليها وهو بيشتغل. يعني هو بيشتغل على فكره، ممكن على طول تقول له انا عاوز مثلا صوره الجهاز الهضمي اهو على طول، بدل ما اروح ادور واجيبها وانقلها على طول من هنا. وده ميزه النيل بود بصراحه، ان انت على طول ممكن تشوفها من هنا اسهل وتجيبها له على طول. مثلا كمثال زي دي كده مثلا اهو، اقول له سيف كده. فالطالب وهو بيرسم اهوت، فبيجي يرسم، يقدر يرسم يشوف هو بيشتغل، يعمل بريفيو كده لسون بيظهر كده الطالب قدام الطالب. ركز معايا لحظة واحدة اهوت، والصورة قدامه اهي، يقول ارسم الجهاز الهضمي زي الصوره اللي في البتاع ديت. فالطالب يبدا يحط القلم ويبدا يرسم ويخطط وهكذا. تمام، واضح يا جماعه؟ ارجو تكون الامور واضحه بالنسبه لك في الجزئيه ديت.